سلم الجيش السوري حماة تضارب كبير في المعلومات وتعزيزات سورية ضخمة إلى الأخيرة. ما حقيقة سقوط مطار حلب الدولي؟ وهل قتل رئيس هيئة تحرير الشام؟ إليكم بالتفاصيل ماذا يحدث في الشمال السوري. تضاربت الأنباء بشأن التطورات في مدينة حماة وسط سوريا، فبينما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري أن لا صحة لما نشرته المعارضة المسلحة بشأن انسحاب الجيش السوري من المدينة، قالت المعارضة أن قوات الجيش تهرب من حماة. وقال المصدر العسكري للجزيرة أن الجيش السوري يتمركز بمواقعه بالريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة ومستعد لصد أي هجوم. وأرسلت تعزيزات سورية إلى المدينة، كما يقوم الطيران الحربي السوري والروسي باستهداف تجمعات المعارضة وتحركاتهم وخطوط إمدادهم. وفي المقابل قالت المعارضة السورية المسلحة أن قوات الجيش تهرب من حماة، وبدأ مقاتلو المعارضة التوغل في المدينة. ولكن ما حقيقة سقوط مطار حلب الدولي؟ أعلنت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا سيطرتها على مطار حلب الدولي في شمال البلاد. وقال المتحدث باسم ما يعرف بقيادة التحالف العسكري المعارض في سوريا حسن عبد الغني بتغريدة على حسابه في أكس: سيطرت وحداتنا على مطار حلب الدولي الواقع شرق المدينة مباشرة، وهذه المرة الأولى التي تسيطر فيها فصائل المعارضة على مطار مدني دولي منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. والميليشيات الطائفية لهذا المطار لجعله جسرا جويا لقتل الأبرياء والمدنيين العزل. اليوم ننهي هذه الأسطورة ونقول لنظام المجرم إننا إن شاء الله سنقطع أوصالكم وسننهي كل إمدادات التي كنتم تستعينون فيها على قتل الشعب السوري. الله أكبر. ما أهمية هذا المطار؟ على مدى التاريخ يعد مطار حلب الدولي الذي يقع في النيرب على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة ثاني أكبر المطارات في البلاد بعد مطار دمشق الدولي، كما يعتبر مركزا مهما للنقل الجوي في سوريا، إذ يربط حلب التي توصف بالعاصمة الاقتصادية بعدة وجهات داخلية ودولية. أما فيما يتعلق بالرحلات فتنطلق من هذا المطار الدولي منذ سنوات بنوعيها داخلية وخارجية، حيث يحتوي على مدرج واحد رئيسي لاستقبال المسافرين والشحن الجوي. إلى ذلك تأتي خطورة سيطرة الفصائل على المطار من أنه فعليا إنجاز عسكري لم يحدث منذ 14 عاما من الحرب. هل قتل رئيس هيئة تحرير الشام؟ وسط بحر من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول مقتل أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة، لا سيما بعد بث فيديو لقصف مقر في إدلب السورية لف الغموض مصير الرجل. ونفى مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن كل تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، موضحا أن الغارات التي تم شنها بعيدة عن مقر الجولاني، وذلك بحسب العربية. ولاحقا ذكرت وسائل إعلام محلية سورية في نبأ عاجل منذ قليل بمقتل أبو محمد الجولاني القائد الحالي لهيئة تحرير الشام الميليشيات الإرهابية من خلال هجوما جويا روسيا على مخبأ للإرهابيين بعد أن سيطرت قواته على حلب وإدلب في هجوم مفاجئ.